بداية، هل أتت أكلها مؤتمر أو قمة جدة التي حصلت قبل تقريبا 15 يوم من الآن؟ أول شيء تحياتي إلى كل السادة المشاهدين، بتشكرك على المقدمة اللي بديت فيها. الموضوع جدا مهم ويحتاج ليس من باب التوصيف فقط وإنما التدقيق بتفاصيله. فما حصل في مؤتمر جدة، لن نعود إلى المؤتمر بحيثياته وما حصل داخل القمة ما بين الولايات المتحدة وما بين السعودية كواجهة عربية، أو حتى الاجتماع الزعماء العرب بالولايات المتحدة ممن كانوا في حاضرين للقمة. أول شيء يجب أن تسألني أنت إذا كانت أتت أكلها أم لا هذه القمة. هذه القمة تحصيل حاصل حصلت بين أعظم دولة في العالم وبين واجهة العرب. هذا القدوم الأمريكي لأعظم دولة أو القطب الأوحد في العالم له مدلولات كبيرة، له مدلولات في خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر فيها العالم إقليميا ودوليا. مقدم الولايات المتحدة بحد ذاته هو دليل على أن دور العرب ضرورة ملحة وحاجة اليوم للوصول إلى حالة الاستقرار أو لإنتاج حالة ما قد تفضي إلى الاستقرار سواء في الساحة الإقليمية أو الدولية، هي حاجة ضرورية. لكن قد لا تكون ثمار هذه القمة محصورة ما بين العرب وما بين الولايات المتحدة فقط، قد لا تكون آتت أكلها هذه القمة بين العرب والولايات المتحدة فقط، إنما قد تكون هذه القمة نقطة ارتكاز الانطلاق لجهود ومساعي إقليمية ودولية باتجاه إنشاء حالة من الاستقرار أو السعي للبحث عن حالة الاستقرار.